السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا أداة بتعمل حاجة خطيرة جدا، ألا وهي إن أنت تقدر تخصص اللي أنت عايز تعمله. هنشوف مع بعض إزاي. هاجي هنا وأنا متأكد من اللايسنس، ممكن أبدأ إن أنا أقول له عايز أد نيو تاسك. طيب التاسك دي هي هتعمل إيه؟ مثلا كرييت، هتعمل كرييت إيه لفيو جديد خاص بإيه؟ بالرومز، وتسميها بقى مثلا ايه create room view. room view واقول له create، واقول له create room view. اهوت بيقول عايز تعمل اني روم، دي كل الرومز اللي موجوده هو فاهم على طول. فانا قلت له مثلا ايه دي الرومز اللي انا عايزها، واقول له شغل. لاحظ هنا في البروجكت براوزر يبدا يظهر عندي الرومز. طب خلينا نختار اي روم فيهم مثلا، اهي هيفتح لي بالشكل دوت، عمل فيو خاص بالروم ديت. فزي ما شفت فيها حاجات كتيره جدا تقدر انت تعملها